وصغيرة بحب كتير الفيري تيلز ومهووسة بالقصص الخيالية، بس بذات الوقت أنا مؤمنة إنه الأميرة منا بحاجة لأمير يعطيها قيمتها. هي قادرة تعلي صوتها منا لحالها وتتمرد وتفرض حالها بالمجتمع. أنا شخص كتير بيأمن بالـ Women Empowerment، وبأمن إنه المرأة هي اللي بتبني جيل الصح بالمجتمع. مشان هيك حبيت أدعم جمعية SOF Service de l'Enfant au Foyer. تعنى بالاهتمام بالنساء والولاد المعنفين. بتقوي المرأة بالمجتمع، بتعلمها تتكل على نفسها، بتعطيها صوت، وبهالطريقة بيقدروا يأمنوا مستقبل أحسن لهم. اخترت ديو المشاهير لأنه اعتبرتها اكسبيرينس جديدة بالنسبة لي. هيدي أول مرة أطلع on stage. يمكن الناس مفكرة لأنه أنا ممثلة أنا شخص كتير جريء وآخر همة وبطلع وبحكي، بس أنا شخص كتير بيستحي، وقررت أنه بهيدا البروغرام أطلع أنا من حالي وفرجي الناس شو الكاركتر تبع سارة المزبوط.